الحادية عشرة من أون لايف، أهلا بحضراتكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خصوصية العلاقات المصرية الفرنسية وما تتميز به من قوة وعمق. وخلال استقباله رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي بيرنار إيميه، أشار السيسي إلى حرص مصر على مواصلة التعاون المكثف بين البلدين في العديد من المجالات، آخذا في الاعتبار الشراكة القائمة بين الدولتين. من جانبه أكد المسؤول الفرنسي اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من تعاون وثيق وعلاقات قوية وتاريخية. أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات تسلمها قائمة تضم 650 مراسلا مقيما وأجنبيا لجميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية لتغطية الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر لها نهاية مارس المقبل. وأضافت الهيئة أن من بين هؤلاء 530 مراسلا مقيما ومعتمدا لدى المركز الصحفي التابع لهيئة الاستعلامات، كما تقدم 120 مراسلا زائرا بطلبات مماثلة يمثلون مختلف دول العالم موزعين على وسائل الإعلام من جميع دول العالم. أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال دعم مصر الثابتة لمملكة البحرين، مشددا على رفض مصر القاطع لأي محاولات من أي طرف إقليمي لزعزعة أمن واستقرار البحرين. جاء ذلك خلال لقاء عبد العال رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان. أكد خلاله وقوف مصر ضد الأخطار التي تهدد أمن المنامة داخليا وخارجيا واستعدادها لتقديم كل صور الدعم الممكنة. شكرا للمتابعة، في أمان الله.